सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبا سورة النبا مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النازعات سورة النازعات مكة میں نازل ہوئی اور اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمودودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى
فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة العبس. سورة العبس مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 42 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة التکویر. سورة التکویر مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 29 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بغنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة الانفطار. سورة الانفطار مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سورة المطففين. سورة المطففين مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 36 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سورة الانشقاق.
سورة الانشقاق مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 25 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ سورة البروج۔ سورة البروج مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 22 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أداك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ سورة الطارق۔ سورة الطارق مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 17 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ سورة الأعلى۔ سورة الأعلى مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الغاشية سورة الغاشية مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 26 آیتیں اور ایک رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سورة الفجر سورة الفجر مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 30 آیتیں اور ایک رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورة البلد سورة البلد مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 20 آیتیں اور ایک رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورة الشمس. سورة الشمس مكة میں نازل ہوئی اور اس میں 15 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة اللیل. سورة اللیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 21 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والليل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يسلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرغى. سورة الضحى. سورة الضحى مكة میں نازل ہوئی اور اس میں 11 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترغى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الانشراح. سورة الانشراح مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. سورة التين. سورة التين مكة میں نازل ہوئی اور اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم الله الرحمن الرحيم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة العلق. سورة العلق مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة القدر. سورة القدر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة البجنة. سورة البجنہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتى تأتيهم البجنہ رسول من اللہ يتلو صحفا متقہرا فيها كتب قیمہ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة الزلزال. سورة الزلزال مدينة میں نازل ہوئی اور اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. سورة العاديات. سورة العاديات مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 11 آیتیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثون به نقعا فوسطن به جمعا
ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة القارعہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة التکاثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سورة العصر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. سورة الہمزہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالا اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. سورة الفیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تغلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. سورة القریش مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. سورة الکوثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
ان شانئك هو الابتر. سورة الكافرون. سورة الكافرون مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. سورة النصر. سورة النصر مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سورة اللہب. سورة اللہب مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. سورة الاخلاص. سورة الاخلاص مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورة الفلق. سورة الفلق مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورة الناس. سورة الناس مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دعاء ختم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل آناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. ترجمة. اے اللہ میری قبر سے میری وحشت اور پریشانی کو دور فرما. خدایا قرآن عظیم کی برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے. قرآن کو میرے لیے رہنما اور پیشوا بنا اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا. الہی اس میں سے جو میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے اور اس میں سے جو میں نے نہیں جانتا وہ مجھ کو سکھا دے اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما اور قیامت کے روز اس کو میرے لیے دلیل بنا اے سارے عالم کے پرورش کرنے والے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
ताकि और दूसरे लोग भी आपकी तरह इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।